فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستدل بما ورد عن أنجشة على جواز إلقاء القصائد في المسجد، علما بأن هذا الأمر قد بدأ يلتشر؟ أنجشة ما ألقى بالمسجد أصلحك الله، أنجشة يحدو الإبل في السفر في الطريق. الذي أنشد في المسجد هو حسان بن ثابت، أنشده في المسجد، فيه انتصار للدعوة وانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين، وهذا من الجهاد في سبيل الله في المسجد وغيره. نعم.